والآن أخبار الطقس والحالة الجوية. مرة أخرى الزميل محمد عبد الله في انتظاركم. وقفة أخيرة إليك محمد. شكرا ليلى، شكرا سحر. إلى أحوال الطقس وأبرز درجات الحرارة المتوقعة غدا إن شاء الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل الحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة أنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى. القاهرة 33-22، الإسكندرية 29-21، مطروح 26-20، بورسعيد 26-23، الإسماعيلية 34-21، إلى السويس 33-22، العريش 28-20، طابة 31-21، شرم الشيخ 36-26، الغردقة 36-27. وأما الأقصر 39-27، أسوان 40-28، الوادي الجديد 38-25، شلاتين 35-26، حلايب 32-28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.